All right, assalamu alaikum, everybody. This is a video rant, okay? It's going to be multilingual, pretty much Arabic, with some English thrown in there. أولا أنا عاوز أقول كلمة بالعربي إن شاء الله. زي ما أنتوا شايفين أنا مسلمة. أنا أمريكية سمرة. وتعلمت اللغة العربية من الدول الإسلامية لما رحت مصر مثلا قعدت هناك 10 سنين فتعلمت شوية بس في كلمات كتير أنا ما بعرفهاش فركزوا معايا وصبروا علي أوكي؟ وعشت برضو في الإمارات لمدة 5 سنين فلهجتي المصرية باظت شوية لما ضفت اللهجة الإماراتية عليها كده فعاوزة أقول حاجة للمصريين بس مش حاجة جد قوي شوية نكتة شوية جد شوية هزار كده يعني فإهداء لي بقى للمصريين وأصدقائي اللي في مصر أنا عارفة طبعا الأشياء اللي أنتوا بتواجهوه يعني أشياء مهمة جدا و it's like heavy عليكم you know ثقيلة عليكم so I just من ناحية الهزار okay بس شوية عن جد المشكلة الأولانية أوكي الثورات كل شوية مظاهرة أو ثورة يعني أنا حاسة إن من ناحية دي مظاهرة ومن ناحية تانية مظاهرة تانية ومن ناحية تانية مظاهرة تانية يعني من 2010 وإحنا مظاهرات وثورات و إيه ده؟ أنا حاسة إن الكفار لما يشوفوا المسلمين كده في الجرايد وفي في الجرنان وعلى الإنترنت يشوفوا يا إما واحد ماسك قنبلة يا إما واحد ماسك حجارة، أوكي؟ كده إحنا كده إحنا كده على التلفزيون كده ضرب ضرب أوكي؟ وضرب بعض يعني المسلم بيحارب مسلم بيقاتل مسلم إزاي؟ إزاي؟ يعني إحنا الجنود عندنا مسلمين والشعب عندنا برضو مسلمين وكده كده كده إزاي؟ ومش بس الرجالة لا النساء برضو النساء برضو في الشوارع بقى أنا ست وهنزل في الشارع وهعمل مظاهرة ياي مصر ياي الله أكبر إيه إيه روح البيت يا ماما روح البيت قعدي مع أطفالك روح الشغل روح المدرسة روح الكلية أنت ليه قاعدة هنا في الشوارع كده ليه 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 ما عندكيش حاجة تعمليها بجد عن جد والله ما عندكيش أطفال زوج جيران جدة جدو بابا ماما في الشارع كده مظاهرة عاملين مظاهرة مظاهرة وبعدين كده النساء كده في الشارع يا ساتر يا رب الله أكبر ايه ده ايه ده يعني شدي حيلك كده رتبي نفسك كده اوكي عادي كده هادية اكتبي جواب كده خطاب في البريد يا رئيس فلان الفلاني ما يعجبنيش كذا وكذا عندنا شكوى كذا بكل الهدوء روحي محطة البريد ابعتيه كذا بدل الهيصة وانتي ست وانتي في الشارع زي الرجالة كذا اوكي خلاص 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 نانا ده دي اول حاجة ثاني كلمة بقى كنت عاملة ليست ثاني حاجة الوظائف يا محمد يا مرسي يا رئيس الله يخليك اجعل وظائف جيب للناس وظائف لان الشبان كده في الشارع الصبايا امي اصل الصبيان في الشارع كان ما عندهمش وظائف انت ما عندكش حاجه تعملها يا ابني مش اب ام اطفال زوج زوجه حد حد اي حد اي حد انت ليه في الشارع انت وزوجتك مثلا مين البت اللي قاعده معاك دي في الشارع مين دي اختك ليه انتوا ليه قاعدين في الشارع عاملين مظاهره مظاهره لا 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 لا, 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 لا. جوابات خطابات بريد ايميل شكاوى بالتليفون بس يعني مصر ام الدنيا ام الدنيا ام الدنيا الدنيا كلها تخيل بقى ان امك هتنزل في الشارع هتتضارب مع واحده ولا امك هتنزل تتفاهم وياها تبعت لها مسج حتى لو شتمتها هتشتمها بذوق كده بذوق كده وهي واقفه كده لا انتوا بقى بالعنف ايه ده ما احنا السمر كده برضو في امريكا اوكي السمر بلاك بيبل احنا كده في امريكا
اوكي، لما يحصل حاجه مع البيض، الناس البيض في امريكا لما يضربونا، لما نزعل منهم، احنا بقى يا لهوي، ايه لا مش هنرضى، مش هنرضى، ثوره، مظاهره، وفي الشوارع، وندمر بيوتنا، وندمر حينا احنا، وندمر الاماكن اللي احنا عايشين فيها. يعني دلوقتي المصريين بيدمروا ايه؟ مصر. القاهره بتدمر القاهره. الكفار بقى قاعدين بالقهوه بالشاي كده بيتفرجوا على منظرنا. اوكي، مرتاحين قوي وعمالين يقولوا ده المسلمين هيقتلوا بعض، خلاص احنا مش محتاجين نجري وراهم عشان نقتلهم، دول هيقتلوا بعض. So this makes me very upset. ما زعلانة جدا من الكلام ده. بس like I said، انا عارفة ان انا مش موجودة هناك في مصر، فانا مش عارفة الوضع يعني تماما، مش عارفة قوي، بس انا حاسة ان احنا ليه ما نقدرش نقعد كده نتفاهم. نتفاهم. انا عارفة ان الرئيس مرسي، محمد مرسي، ربنا يكرمه ويخليه ويهديه يا رب. اولا انا عاوز اقول ان انا لا مع دولة ولا مع دولة. اوكي، انا مش معاه ولا عليه ولا ضده ولا بدعمه ولا اي حاجه، لا مع دوله ولا مع دوله. بس انا حاسه ان احنا كمسلمين لازم نوري اطفالنا ونوري العالم طريقه غير العنف، طريقه غير الشوارع. يعني احنا اصحاب الثقافه، الاسلام دين ثقافي جدا. اول كلمه كانت كلمه اقرا. يعني احنا المفروض اوكي لما يكون عندنا مشكلة نتفاهم، وبالكلمات، بالقراءة والكتابة. يا فلان ما يعجبناش قانون كذا. بس الثورات والمظاهرات ايه فايدتها؟ وبعدين في شهيد وشهداء، سبحان الله سبحان الله، الله يرحمهم، الله يرحمهم، ربنا يكرم والديهم، سبحان الله، حي الله أهلهم. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني المسلم هيقاتل ويقتل واحد مسلم تاني؟ ازاي احنا مسلمين؟ احنا مسلمين. اوكي، الليسته. الليسته. استنى كل الرؤساء في كل العالم، اوكي، كل العالم كلها، كل الرؤساء مجانين. كلهم خربانين، اوكي؟ يمكن يطلع واحد او اثنين فيهم زينة، كويسين، طيبين كده، بس بقيتهم مجانين، اوكي؟ مجانين، اوكي؟ فاحنا لازم we have to lower our standards، يعني، اوكي؟ يعني ايه بالعربي بقى؟ يعني نتوقع اقل، اوكي؟ احنا مثلا كنا متوقعين انه هيطلع واحد صالح وآمن، ولما يقول كلمة ينفذها، بس طلع انه كذاب شوية، على الأقل كذاب شوية، على الأقل. أو يمكن بيعدل في حاجة عشان يطلع حاجة تانية، بس الله أعلم هيعملها إزاي، إحنا ما نعرفش. الله أعلم، يمكن يطلع إنه كذاب، يمكن، صح؟ صح ولا لا؟ على الأقل يمكن. يعني الكلام ده بقى، يعني كل سياسي، كل واحد سياسي هيكون كذاب شوية على الأقل. شوفوا أمريكا، شوفوا أمريكا. إحنا عندنا أوباما. تتخيلوا، تعتقدوا مثلا ان انا بحب اوباما عشان هو امريكي زيي او عشان هو اسمر زيي؟ لا، ما هو مش مسلم، ومش هتوقع منه اي حاجه سليمه. لو عمل حاجه كويسه سبحان الله، لو ما عملش حاجه كويسه سبحان الله. انتوا بقى عاوزين رئيس مش خربان ليه؟ بقيت الدنيا عندها رؤساء خربان. ارتاحوا، اقعدوا، اتنيلوا كده بالرئيس الخربان بتاعكم. كل دولة ولها رئيسها الخربان، أو الملك الخربان. خلاص، خدوا الرئيس أو الملك أو الحاكم، أي حاجة، الخربان، الكذاب، الفلان الفلاني اللي ما بتحبهوش، وخلاص اترزعوا. خلاص خلاص، احنا اترزعنا. كان عندنا بوش يا ناس، بوش الغبي لمدة 8 سنين، دون بوش as our president، وما انتخبناهوش. Most of the people did not vote for Bush. ما انتخبناش بوش. لا، ما انتخبناهوش. شوية بس من الناس الأمريكان انتخبوا بوش. والناس الباقية التانية بقى قلنا مش عاوزين بوش. طلع عندنا إيه؟ بوش، الله أكبر. ومش مرة واحدة، مرتين. الله أكبر، الله أكبر. وانتوا عاوزين الديمقراطية؟ عشان يجيلكم واحد زي بوش مثلاً؟
عاوزين الديمقراطية ليه؟ انتوا عاوزين ايه؟ الدنيا كلها خربانة، خدوا الرئيس الخربان بتاعكم وقعدوا وتمهلوا زينا زيكم، كل الرؤساء خربانة وخلاص، بس مع السلامة. بس يعني يمكن الرئيس محمد مرسي يطلع واحد كويس، يعني يطلع، يمكن يطلع طيب جدا، وانا مش عارفاه طبعا. لو هو واحد طيب خلاص خدوه، افرحوا بيه وارتاحوا خلاص، بلا صريخ في الشارع، لا حول الله يا ربي، لا كده، لا لا هما، لا لا لا، سكوت كده اهو. رتبوا الهدوم كده، الواحد لازم يرتب هدومه كده، يتأكد ان شكله نظيف كده ومرتب تماما. اوكي،